درسنا اليوم درس رائع وجميل عن مصادر الحرارة. مصادر الحرارة كثيرة، ومن أهمها الشمس. الشمس مصدر رئيسي ومهم في حياتنا، سواء لكل الكائنات الحية ولا نستطيع العيش بدونها. أيضا الاحتكاك، وهو من المصادر التي لها أثر كبير في حياتنا ونستخدمها بشكل كبير في صنع الآلات، وأيضا استخدمها أو اكتشفها الإنسان الأولي في حياته عندما حصل احتكاك بين حجرين وأشعل النار. المصدر الثالث وهو أشعل الوقود، وكان قديما قد استخدم الحطب والفحم لإشعال النار، وفي حديثا اكتشف النفط أو البترول مثل الغاز والغاز والسولر والبنزين. وأيضا المصدر الرابع هو الكهرباء وفوائد الكهرباء وأهميتها في حياتنا لا تحصى. وهناك أجهزة نستخدمها في المنزل، سأعرض لكم بعض الصور عن هذه المصادر خلال الدرس.